أهلا بكم من جديد. الكثير منا يستخدم واقي الشمس بأشكاله المختلفة لحماية البشرة من الحروق الشمسية، وخاصة في فصل الصيف، إلا أن البعض يجهل الاستخدام الأمثل له، وبالتالي قد يعرض بشرته لمشاكل جلدية بسبب عدم الإدراك الكافي لاختيار الواقي المناسب لبشرته. فما هي الآلية التي يقوم عليها الواقي الشمسي؟ وكيف علينا اختيار الواقي الأنسب لبشرتنا؟ وما هي الطريقة السليمة لاستخدامه؟ نتابع في التقرير التالي. قراءة البطاقة التعريفية على غلاف الواقي الشمسي لا يقل أهمية عن المنتج نفسه، فبالتالي الاختيار المناسب للواقي الشمسي يحقق الحصول على الأهداف المرجوة. فمثلا عند شراء واقي الشمس يجب الانتباه على عبارة المستحضر سيحميك من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية UVA والأشعة ما فوق البنفسجية متوسطة الموجة UVB، بالإضافة إلى أهمية وجود مؤشر الحماية SPF، كما أنه يجب الانتباه على عبارة أن الواقي مضاد للمياه، ويقصد بذلك أنه فعال عند التعرق. أما عبارة واقي شمس معدني ويسمى أيضا بالفيزيائي أو الطبيعي، فإنه بذلك يعتمد على المعادن مثل أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك. لذا الاستخدام السليم للواقي يقي من تعرض البشرة للحروق الشمسية. أول شيء لازم يكون مناسب للبشرة. هل إذا البشرة دهنية لازم يكون الواقي اللي هو الووتر بيست، يكون أساسه مائي ويكون عشان ما في نسبة زيوت عشان ما تعمل نحبوب. هلأ البشرة الجافة بده يكون كريمي عشان ما تنشف البشرة معنا. هلأ البشرة الحساسة المفروض الواقي يكون ما في مثلا نسبة عطور عالية ولا نسبة الكحول عالية عشان البشرة ما تكون حساسة تحسس منه. عندنا بالواقيات نسب، في نسب يعني بتبدأ من 10 لغاية 80 بلس. هلأ احنا كيف بنختار؟ هلأ المفروض البشرات الفاتحة يعني والبيضة بنقول لهم دائما 50 بلس يعني 50 وفوق. للبشرات الثانية بتعتمد يعني ممكن ناخذ 30 بلس 50 بلس 80 بلس حسب. احنا بنختار حسب بشرتنا، ولازم دائما بنفضل نجرب الواقي، يعني ممكن نجربه على الايد من هون على الذراع انه ما يعمل تحسس. فمثلا اذا كتب على الواقي 30 فانه يسمح بوصول 3% فقط من الاشعة فوق البنفسجية للجلد، فبالتالي يستغرق وقتا اطول بمقدار 30 مرة لحرق الجلد المحمي بالواقي، بينما عام الحماية 50 سيسمح بوصول 2% فقط من الأشعة فوق البنفسجية. مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون الواقي فإنهم يعرضون بشرتهم للحروق الشمسية، وأن الاستخدام الخاطئ يبطل مفعول الواقي. في ناس إيش بتعمل؟ بتحط الواقي بعدين تحط مباشر وراء الميك اب. لا، هذا غلط، بيبطل مفعول الواقي. لازم تستني 5 minutes 10 minutes بعدين اذا بدك تحطي وراء ميك اب تقدري تحطي. كمان الاخطاء الشائعه اللي الناس بيفكروا انه الواقي بس لازم نستخدمه بفتره الصيف بالشمس، طبعا هذا الحكي مش صحيح، لانه هي اصلا الاشعه هاي الضاره اللي فوق البنفسجيه بتكون متواجده صيف وشتاء، فاحنا صيفا شتاء لازم نحط الواقي. هلا كمان برضه من الاخطاء اللي الشائعه الناس اللي بتوقع فيها انه بيروحوا مثلا بتعرضوا لفترات طويله تحت الشمس وما بيجددوا الواقي. المفروض اذا انت طالع مثلا لفتره ماشي تحت الشمس فتره طويله او رايحه تسبح او وات ايفر لازم يكون تحط جدد الواقي مثلا كل ساعتين او ثلاثه. بالرغم من اختلاف انواع واقي الشمس الا ان التركيبه هي نفسها. في الرش، في الكريم، في الفلويد، في عندنا انواع البشره مختلطه حساسه جافه. هلا المختلطه اكيد رح نروح للفلويد نعطيك شيء مناسب لبشرتك اللي هي بتكون فلويد. للجافه بنعطيهم الكريم، والحساسه كمان زي المختلطه بنعطيهم فلويد. اما بالنسبه لي صلاحيه استخدام واقي الشمس يكون من 2 إلى 3 سنوات، لكنها قد تختلف هذه الصلاحيه من منتج لاخر في حال فتح العبوه. سندرا قطمين، المملكه، عمان. عبر سكايب من عمان تنضم إلينا اختصاصية الجلدية والتجميل من مستشفى الجامعة الأردنية الدكتورة نور المعاني. صباح الخير دكتورة نور. بداية دعينا نتعرف على آلية عمل واقي الشمس بعد وضعه على البشرة، ويعني هل يعد هو من الضروريات أم هو فقط لغايات التجميل؟ طبعا يعني شكرا، من المهم التطرق لهذا الموضوع بهذه الفتره كون الجو حاليا مشمس وراح تزيد الحراره مع الوقت.
هلا المهم انه ناكد انه الوقايه من الشمس مش بس في الصيف، لما يكون في عندي الجو فيه اضاءه معناته انا في عندي اشعه فوق بنفسجيه عم توصل للجلد، فلازم يكون في وقايه للجلد مع المعرفه بانه الاشعه فوق بنفسجيه ممكن تدخل من خلال شباك وحتى في الظل، يعني اذا انا قاعده تحت شجره ممكن يدخل الاشعه فوق بنفسجيه. هلا في انواع للوقايه بتعتمد كلها على المواد الكيميائيه الموجوده في داخل واقي الشمس، وطبعا معظم الواقيات ممكن يكون فيها مزيج من واقي الشمس الفيزيائي واقي الشمس الكيميائي. هلا لما نحكي فيزيائي او المعدني او المينرال هو عباره عن مواد بالعاده بالغالب بتكون عاكسه، انا بحطها على الجلد وبتعمل لي طبقه خارجيه من خلالها بيصير انعكاس لاشعه الشمس وممكن شوي يصير شويه امتصاص. هلا هذه الواقيات الفيزيائيه او المعدنيه ممتازه لوقايتها من الاشعه فوق بنفسجيه، لكن في اشخاص ممكن يحسوا انها بتعطيهم هذا اللون الابيض او الرمادي لما بحطوها على الجلد وخصوصا لما بتتعرض للمي. لكن هلا المستحضرات الجديده هذا اللون الابيض اللي بيجي على الجلد صار احسن وبطل شكله مزعج زي المستحضرات اللي كانت في السابق. نعم برضو الوقت تفضلي. الواقي الكيميائي بالمقابل بيحتوي على مواد عضوية في الغالب هي بتعمل امتصاص للأشعة فوق بنفسجية وبتحولها لعوامل أخرى، فهي بالعادة بتكون امتصاص. هلأ الواقي الكيميائي ما بيكون سميك زي الواقي الفيزيائي، ففي ناس ممكن ما يحبوا إنه يحطوا واقي بسماكة الواقي الفيزيائي المعدني العاكس. الواقي الكيميائي فعشان هيك بتكون تركيبته أخف، فممكن يكون مناسب لأشخاص عندهم حب شباب أكثر أو ما بيحبوا التركيبة السميكة. لكن بالمقابل الواقي الكيميائي فيه مواد كيميائية ممكن تعمل تهيج في الجلد وممكن ما يكون مناسب للأشخاص اللي عندهم جلد حساس أو مثلاً لفرضنا إكزيما. بالتالي يجب الاستشارة قبل اختيار نوعية الواقي الشمسي الذي يستخدمه الأشخاص، يعني وهذه الاستشارة في الغالب يعني كيف يمكن أن يحصل عليها الأشخاص قبل استخدامهم نوع معين من واقيات الشمس؟ طبعاً لا، طبعاً الأخصائي أخصائي الجلدية ممكن يعطي الإجابة الوافية العلمية بالنسبة لاختيارات الواقي المختلفة واحتياجات الجلد خصوصا إذا كان في عندي حالة مرضية. بس أنا كنت حابة أحكي شغلة تانية، تطرقتوا أنتوا للمؤشر الحماية الـ SPF. هلأ الـ SPF طبعا له درجات، إحنا لما بنطلع على العبوة بنشوف أنه عنصر حماية مثلا 25-30 ممكن توصل للـ 100. هذا الرقم لا يعني شيء إذا أنا ما عم بستعمل الواقي بالدرجة الصحيحة. يعني أثبتت الدراسات إنه إذا الواقي مثلاً العنصر الحماية مكتوب عليه 50 أنا في الواقع بس عم بيجي لي 7 أو 8 أو 9. ليش؟ لأنه أنا ما عم بحط الكمية اللي هم عم بيستعملوها في المختبر اللي هي الكمية السميكة بالنسبة للجلد، ففعلياً أنا ما عم بيجي لي عنصر الحماية 50، عم بيجي لي عنصر الحماية يمكن 9 أو 10. فهلأ لا، كيف أنا ممكن أزيد درجة الحماية؟ طبعاً أنا لازم أحط الواقي قبل بثلث ساعة من التعرض للشمس، أنا لازم أزيد وضع وأعيد وضع الواقي مثلاً كل ساعتين حسب أنا إيش المكان اللي أنا موجودة فيه. إذا أنا عم بتعرض للشمس بشكل مباشر، إذا عم بيكون مثلاً في تعرض للمي أو في تعرق معناته أنا الواقي عم بيروح، إذا أنا عم بمسح جلدي مثلاً بمحرمة أو ببشكير طبعاً رح يروح الواقي، فأنا بحاجة إني أنا أعيد وضعه وإعادة وضعه كل ساعتين. هلأ لازم ننتبه لمناطق الناس يمكن بتسهى عنها أو ما بتنتبه لها كتير خصوصاً في الرجال، يعني في الرجال ممكن على فروة الرأس ممكن ما يكون في شعر اللي هو بيعمل لي حماية، ف
فلازم انتبه لمنطقة فروة الرأس برضو الدينين بتعرضوا للشمس بشكل مباشر، والدينين هم من الأماكن اللي ممكن يصير فيهم سرطان جلدي، خصوصا للناس اللي بتعرضوا للشمس على مدى سنين وبكميات كبيرة. فلازم ما أنسى الشمس. نعم. طبعا بالنسبة للستات والرجال منطقة الرقبة ومنطقة الإيدين، لأنه بيبين عليهم أثار التقدم في العمر والتعرض للشمس، وممكن يكون في فرق بين مظهر الإيدين ومظهر الوجه. نعم، ما هو التوقيت المناسب دكتورة لوضع واق الشمس، وهل من الجيد تكرار وضعه خلال اليوم؟ طبعا هلا احنا حكيتوا انتم قبل ما تبدا المقابله عن انواع الاشعه فوق بنفسجيه. طبعا في عندي نوع الف ونوع باء، يو بي اي ويو بي بي. هلا اليو بي اي تركيزه خلال اليوم هو نفسه، ما بتغير خلال اليوم، فهو موجود طول اليوم، فهذا من الاسباب اللي بتخليني انا احط الواقي في، اذا انا طبعا خارج البيت بحطه طول الوقت، ثلث ساعة قبل ما أطلع من البيت بحطه، لأنه درجة الوقاية من اليو بي اي لازم تكون موجودة كونه هو غير متغير. بينما اليو بي بي درجة تركيزه بتكون أعلى ما بين يعني فترة الظهيرة، يعني حوالي الساعة 12 ما بين العشرة والتنتين بتكون أعلى تركيز لليو بي بي. وطبعا لازم أزيد تركيزي لاستعمال واقي الشمس بهذه الفترة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات التي قدمتها لنا، اختصاصية الجلدية والتجميل دكتورة نور المعاني من مستشفى الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك.